لو الفريق السيسي قرر في اللحظات الأخيرة إن الموضوع ده يعني مش مناسب، وده طبعا كل شيء وارد، هل ساعتها نخاف نكش نشعر بإن إحنا يعني في حاجة مش تمام؟ لأنه أكيد في شخصيات أخرى، طبعا 100% في شخصيات زي الفل في المجتمع المصري، ما نقدرش نقول إن في 90 مليون ما فيش حد تاني خالص، يعني ما ينفع حتى الفريق السيسي نفسه ما يرضاش على هذه الفرضية، إنما ده يضعنا في أي موقف؟ والله احنا كنا نأمل ان هو ينزل، لان هو يعني كل الدنيا كلها شايفة ان هو احسن واحد في الفترة القادمة دي، يعني هو احسن واحد النهاردة، المصلحة العامة بتقول هو ان هو ينزل الانتخابات، هو احسن واحد، هو الواحد النهاردة الوحيد اللي قادر، اللي حواليه التفاف شعبي زي ما قلنا كذا مرة، هو الوحيد اللي كل قوى شعبية الثورية وشعبية حتى الخارج بيقولك هو ما عندهمش اي مانع لو نزل، بس فريدي ما قالك مش عايز، يبقى هنستنى نشوف حد تاني يعمل، يشوف هنشوف البرنامج بتاعه ايه. برضو هيبقى عندك، انت بتتكلم على شخصية واحدة يعني طبعا ده اهم حاجة النهاردة هو الرئيس، بس بتتكلم على برلمان كله ان انا النهاردة لسه معرفش اشخاص اللي نازلة، معرفش لسه القانون هيبقى عامل ايه، انت مش محتاج كل ده في الانتخابات الرئاسية، فردي ولا قوايم نسبية بالزبط. ولا تلتين وتلت بالظبط، فكل ده لسه عينها خلاف. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نقولها لانتخاب ليه رئيس، لان احنا عايزين الاستقرار في البلد دي، مش هيجي غير بانتخاب رئيس. الشعب المصري مش هيستقر نفسيا وكل حاجة هتستقر. تاني حاجة ان احنا هنقضي على الاخوان المسلمين خلاص، كلمة ان الاخوان ان مرسي يرجع تاني الشرعية، ده خلاص بقى هتبقى ايه قصة واتقفلت. طيب.